السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واصل معي هذا الشخص عنده جهاز نوكيا 105، بده يعمل له سوفت وير ضبط مصنع عشان عليه رمز. بدنا نتخطى رمز الحماية. أول شيء بعمله قبل ما أنزل البرنامج، بدخل على أمن الويندوز، بوقف برنامج الحماية. هاي أول خطوة بعملها، بوقف هاي، بوقف هدول الخيارات. طبعا هاي يا جماعة أول ما يعمل ريستارت للكمبيوتر بترجع بتشتغل لوحدها مباشرة. راح أبلش اللي بيلزمني عشان أشتغل الجهاز، البرنامج زائد بيلزمني ال برنامج التعريفات. خلينا نعملهم سريع سريع. يبدو انه الجهاز بطيء عنده. هاي بندخل على قناتي، قوائم التشغيل، سوفت وير اف ار بي، بننزل على نوكيا، هاي الفيديو نوكيا 105. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انا راح اخذ البرنامج من هون، راح اخذ برنامج التعريفات من هون. السلام عليكم ورحمة الله، اللي هو بأداة تي اف تي. طيب فتحنا اول متصفح وننزل فيه هنا للاخر تحت، هي رابط البرنامج، نضغط على الرابط وبننزل للأسفل بالنهاية. طبعا يا جماعة هاي المدونة تاتي، تقدر تشترك في المدونة من خلال الضغط على متابعة هون. بدناش نعمل إثبات هسه هون، خلينا كل شيء جديد بنزله على المدونة قبل ما أنزله على اليوتيوب. هاي الرابط الأول صار جاهز للتنزيل، 15 ميجا، يعني ملف صغير جدا يا جماعة. هاي داونلود، هيك راح يبلش يحمل على الجهاز. هاي الصفحة خلصنا منها، بنروح على الصفحة الثانية اللي فيها التعريفات وبننزل للأسفل. الانترنت بطيء عند الشاب، جهازه بطيء شوي. واو، هذا هو الرابط. يتم تجهيز الرابط في الأسفل، بنزل للأسفل. هاي هون حمل البرنامج الأول، خليه يحمل الثاني. طبعا انا طلبت منه يفصل جميع الاجهزة. هاي الرابط جاهز، بضغط عليه. طلبت منه يفصل الجهاز عن الكمبيوتر، وهي بضغط على تنزيل. خليه يعمل عملية التحميل. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد.
طبعا انا ليش عملت الطريقه هاي؟ عشان تعرف كيف تحمل الدرايفرات وتثبتها وتفتح البرنامج والبرنامج يتعرف على جهازك. يعني لما يكون جهازك زي جهاز الشبيك ما عليه برامج سوفت وير تشتغل هذا الموضوع بدون اي صعوبه. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة ليوصلك كل جديد. الروابط اللي مستخدمها راح اترك لك اياها بالوصف، رابط تحميل التعريفات زائد رابط البرنامج راح اترك لك اياهم بالوصف. عند الشاب الانترنت بطيء في التخزين، بس مضطر اني استنى. انا بحبش اعمل مونتاج المشكلة. واو قديش اخذ وقت. طيب بنفوت على التنزيلات، بننزل المتصفح هون خلصنا منه، بنفوت على التنزيلات. ناخذ الملفين خليهم ملف جديد. نفتح الملف، نفك ملف ضغط الملف الأول، كلمة السر لؤي. الملف الثاني برضو بنفك ضغطه، ما عليه كلمة سر. نروح على ملف لؤي، في عندنا هون تي اف تي. طبعا الملف فيه أكثر من تعريف، بس أنا بيهمني هلا لموضوع الشب كلمة السر تي اف تي زي ما أنتم شايفين. بعدها بفتح البرنامج. بهمني تعريف الـ SPD بخص جهاز الشب اللي هو للنوكيا. هيك خلصنا التعريف، بسكره وبرجع باك، كمان باك، بفوت على ملف البرنامج
بفتح البرنامج مباشرة عشان يشبك الجهاز، بضغط على كونكت. بطفي الجهاز كامل، بعدين بشبك. أخذ الجهاز مباشرة، بضغط على فاكتوري. هي الجهاز بالعلامة الخضراء، هي هون، بضغط على فاكتوري إيرست. ليه الشاب بيشغله؟ هيك يا جماعة، شفتوا؟ يعني كبسة زر واحدة بعد ما خلصنا شبك. أول إشي بعمل كونكت، بعدها بشبك التليفون، بس يعطيني إنه شبك هون. مباشرة بكبس فاكتوري ليست. هاي الشاب شغله، بس لنشوف خلص. هيك لازم يكون عمل ضبط مصنع. فك الرمز تاع التليفون، فتح. هذا هو كان الفيديو لليوم يا جماعة. نراكم على خير إن شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.